السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوين. الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، رسائل قوية ترتكز على أسس ومبادئ واضحة وتأكيد على الالتزام بالانخراط في الدينامية التنموية للقارة الإفريقية. التوقيت المدرسي الجديد، صلاحيات للأكاديميات من أجل التكيف حسب الخصوصيات المجالية في احترام للزمن المدرسي. بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تقديم خدماتها الطبية الإنسانية لساكنة المناطق التي تعرف موجة البرد، والهدف تمكين الساكنة من الولوج إلى العلاجات اللازمة، والروبورتاج من ميدت. العازف الروماني ماكسيم جيفري يفوز بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في الدورة 13 للمسابقة الدولية للبيانو. ويحضر معنا ضيفا على هذه النشرة السيد سعيد مزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سيد الوزير أهلا بك. مساء الخير. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية التهنئة إلى ملك الكامبوج نورودوم سيهاموني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 43 لانطلاق المسيرة الخضراء، دعا جلالة الملك إلى ضرورة بناء اقتصاد قوي يساهم في رفع التحديات الإقليمية والدولية عبر الانخراط في شراكات وتكثلات اقتصادية غايتها خدمة شعوب المنطقة. سعيد الإدريسي، أحمد بن خديجة، وعبد الرحمن زيان. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. بعد اقتصادي طموح وواضح ومباشر تضمنه الخطاب الملكي السامي، بعد اقتصادي وطني إقليمي وقاري، حيث شدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور مع الجار الجزائر لرفع التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعيا جلالته إلى التشبث بالوحدة والتكامل والاندماج الاقتصادي التعاوني بهدف خلق فرص الاستثمار والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة. خطاب صاحب الجلالة هو خطاب كيعبر عن نداء واضح وصريح للنهوض بتطوير العلاقات والتعاون مع الدولة الشقيقة الجزائر، أولا بحكم علاقة الجوار، ولكن كذلك الوقت لتأسيس هذا الحوار بين البلدين لتجاوز هذه العقبات، العقبات التي تعيق مسار التنمية للبلدين. ذات آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر مع الأشقاء الجزائريين هي إعادة النظر في جميع القضايا الثنائية، وذلك لفتح النقاشات في جميع المواضيع دون استثناءات أو طابوهات، وكذلك بحث الإمكانيات والفرص، وذلك لتصحيح المشاريع التنموية التي يمكن أن تكون أول حجر لبنيان اتحاد المغرب العربي، وخاصة في ميدان الاستثمار وفرص الشغل. على المستوى القاري، أبرز صاحب الجلالة أن رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم يكن بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية والتي تتقاسم معظم الدول الإفريقية موقفه بشأنها، بل هو نابع من اعتزاز المغرب بانتمائه للقارة السمراء والتزامه بالانخراط في الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها إفريقيا، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، لكن دون التفريط في الحقوق المشروعة والمصالح العليا للبلاد. ورسم مسار ثاني لهذا المسار وهو موازي معه، وهو مسار الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية مع الشقيقة الجزائر على غرار باقي الدول من أجل تنمية المنطقة لما فيه مصلحة الشعوب، ومن أجل تأمين استقرار وأمن وسلامة المنطقة من كل القضايا السياقية الموازية التي تشكل تحدي للبلدين معا ولمنطقة الساحل عموما والمنطقة المغربية وللمستقبل مستوى القاري. كما أكد جلالة الملك عزم المغرب بنفس الروح والإرادة على مواصلة الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، كل ذلك من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العيش الكريم لشعوب القارة السمراء.
وعقب الخطاب الملكي السامي توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بمضامينه، حيث أكدت فرنسا أنها تلقت باهتمام بالغ مقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلق بحوار متجدد مع الجزائر. نفس الموقف عبرت عنه موريتانيا على لسان وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني من جانبه أكد بأن تجاوز الخلافات بين البلدين الشقيقين وفتح صفحة جديدة من التعاون يمثلان مصلحة عربية وسيعززان العمل العربي المشترك. كما عبرت الخرطوم عن تأييدها لمبادرة صاحب الجلالة الدعوة لفتح حوار مباشر وصريح مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق العلاقات بين البلدين. الرسائل التي حملها خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء شكلت محط ترحيب وتقدير عبر عنه المشاركون في ملتقى ميدايز بطنجة، مؤكدين على الدور الريادي لجلالة الملك في البحث عن حلول حقيقية لمشاكل القارة الإفريقية. عبد المجيد حلاوي وسعيد ناشح. فخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري يكرم بالمملكة المغربية بالجائزة الكبرى لمنتدى ميدايز 2018، في ذلك تقدير وإعجاب بحكمته وقيادته لبلاده نحو السلام والوئام والتنمية خلال سنتين من ولايته. فخامة الرئيس شكر جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي على هذا التكريم الأخوي، وعبر عن التزامه القوي بتطوير التعاون بين البلدين ورفعه إلى مستويات عليا. J'apprécie en tout cas toute la considération, toute l'estime qui existe entre le peuple marocain et le peuple burkinabé. أنا ممتن للتقدير المتبادل بين الشعبين المغربي والبوركينابي، وخاصة الجهود التي يبذلها جلالة الملك لتوحيد كلمة إفريقيا ولأجل إفريقيا قوية. في هذا الإطار نعبر عن تأييدنا لما جاء في الخطاب الملكي الداعي إلى العمل الجاد من أجل تجاوز الخلافات التي تعيق تقدم القارة، ومن أجل تلطيف الأجواء بهدف بناء علاقات أخوة والبحث عن الحلول الحقيقية لمشاكل إفريقيا، تحقيق الوحدة والتنمية الاقتصادية المشتركة وتحسين ظروف عيش السكان. في هذا الإطار نؤيد اليد الممدودة إلى إخواننا الجزائريين حتى يتمكن البلدان من إعادة فتح الحدود المغلقة، وأن نتمكن جميعا من العمل من أجل القضايا المشتركة لإفريقيا. أرحب بعمق الفكر الاستراتيجي لجلالة الملك محمد السادس بدعوته الكريمة وشجاعة لطي صفحة الخلافات مع الأشقاء في الجمهورية الجزائرية. نحن كعرب بحاجة ماسة، لدينا أكثر من 23 صراع وخلاف، وعلينا أن نبدأ بطي هذه الخلافات حتى نتمكن مواجهة التحديات. ونحن كأبناء للشعب الفلسطيني نرى في إزالة أي خلاف عربي عربي نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. منتدى ميدايز واصل اليوم ندواته التي تطرقت إلى مواضيع التجارة العالمية والحمائية والطاقات المتجددة وعلاقة أوروبا بجنوب المتوسط، كما ناقش المنتدى إشكالية التربية والتعليم بإفريقيا ودور المغرب في الدفاع عن القيم الكونية والقضايا العادلة. يقوم المغرب بدور هام في إطار المجموعة الإفريقية، كما يلعب المغرب دورا أساسيا داخل الاتحاد الإفريقي، وقد تقدمت المملكة المغربية كذلك بطلب الانضمام للإكواس سيديو. كل هذه المؤشرات ترمي في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تستفيد القارة من التجارب التنموية للمغرب. الملفت للانتباه هنا بمنتدى ميدايز بطنجة هو التقدير الكبير الذي عبر عنه قادة دوليون إزاء المقترح الملكي السامي بإحداث آلية للتشاور السياسي مع الجزائر. فالعالم وإفريقيا على الخصوص في حاجة إلى لم الصفوف، في حاجة إلى ما يجمعها أكثر مما يفرقها.
من طنجة عبد المجيد حلاوي وسعيد ناجح للقناة الأولى. انطلاقا من الاثنين المقبل سيتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد، حيث ستنطلق الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية على الساعة 9 صباحا، توقيت جديد خولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صلاحيات تكييفه للأكاديميات حسب الخصوصيات المجالية. تقرير زينة إدلامين. التغييرات في الزمن المدرسي على إثر الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي أثارت جدلاً كانت تجلياته الاحتجاجات التي انخرط فيها التلاميذ بمجموعة من المؤسسات التعليمية وصلت أحياناً إلى مقاطعة فصول الدرس بسبب التخوف من خروج التلاميذ عند حلول الظلام خلال فترة مهمة من فصل الشتاء. وحسب التوقيت المدرسي الجديد ستكون انطلاقة الدراسة على الساعة 9 صباحا حسب الأسلاك والوسط الحضري والقروي، وانتهاء الحصة المسائية على الساعة 6 كأقصى تقدير. بعد اللقاءات التواصلية على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية مع مختلف الشركاء من ممثلي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي التعليم الخاص، أعطيت الصلاحية للأكاديميات لتكييف التوقيت المدرسي حسب الخصوصيات المجالية لكل جهة مع احترام زمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية. الوزارة الوصية أهابت بالأكاديميات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطبيق الصيغ المقررة ابتداء من الاثنين المقبل في انتظار التكييف الأنسب للتوقيت المدرسي الجديد مع الخصوصيات المجالية. يبقى السير العادي للعملية التعليمية واجبا مشتركا بين الوزارة الوصية وباقي الشركاء في نطاق صون الحقوق واحترام الواجبات. كما سبق وشرنا يحضر معنا السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سيد وزير أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. إذن سيد وزير، ما هي التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارتكم من أجل تكييف التوقيت المدرسي مع مراعاة مصلحة التلاميذ والأطقم التربوية؟ شكرا على الاستضافة. مباشرة بعد المصادقة على المرسوم الذي يحدد الساعة القانونية الجديدة كان واحد التجاوب والتفاعل فوري من طرف الوزارة عبر تكييف التوقيت المدرسي كإجراء مصاحب ومواكب لقرار الحكومي، وهذا باش يمكننا نمكنوا التلاميذ أن يلتحقوا وينصرفوا من مؤسسات تعليمية في ضوء النهار في ظروف آمنة، وهذا كان من أهم متطلبات الأسر. واستجبنا واقترحنا واحد التوقيت ديال 9 صباحا كدخول في الفترة الصباحية والسادسة مساء في الانصراف من المؤسسات في الفترة المسائية. هذا المشروع قدمناه للشركاء ديالنا في إطار العمل التشاركي، نقابات أولياء جمعية أولياء التلاميذ والمؤسسات العمومية، وكان الحمد لله واحد تجاوب. نعم. واحد تتميل لهذه المبادرة. إذن سيد وزير تم التأكيد على كون الأكاديميات أصبحت تتمتع بحق تدبير الزمن المدرسي من خلال منح الصلاحيات لها لتكييفه وفق الحاجيات والمتطلبات التي يستوجبها المجال الترابي لكل أكاديمية. كيف ومتى سيتم تفعيل ذلك؟ تماما، بعد عقد واحد العدد ديال اللقاءات على المستوى الجهوي تحت إشراف السادة الولاة والعمال مع مدراء الأكاديميات والشركاء الناقبيين وأولياء التلاميذ ومؤسسات الخاصة، تبين ضرورة اعتماد صياغ التوقيت المدرسي كي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل جهة، وأصدرنا اليوم مذكرة تجاه السادة المدراء الأكاديميات لإعطائهم واحد الصلاحيات باش يمكن لهم في إطار المرونة والاختصاصات ديالهم يأقلموا هذا الصياغ ويقترحوا واحد الصياغ مناسبة
ولكن مع احترام الزمن المدرسي والتعلم. نعم يبدو سيد الوزير أن هناك الكثير كذلك من المغالطات التي تحيط بتدبير الزمن المدرسي من قبيل أن ليس في صالح التلاميذ من خلال تمتيعهم بساعة واحدة فقط للاستراحة بين فترة الصباح والزوال. ما الذي يمكن أن تقدمونه كتوضيح في هذا المجال؟ أؤكد أن كل الصياغ المقترحة تمنح ساعتين كفترة استراحة للتلاميذ وللأطر التربوية بين الفترة الصباحية والفترة الزوالية. أؤكد أيضا أن استعمالة الزمن ما غادي يطرى فيهم حتى شي تغيير، وأؤكد أن هذه التدابير كاملة غتدخل إن شاء الله حيث تنفيذ يوم الاثنين 12 نوفمبر. وهنا لو سمحتي أريد كنطلب من العائلات من الأمهات ومن أولياء التلاميذ ومن الآباء باش يقنعوا وليداتهم ويوعيهم على ضرورة الالتحاق بالفصول ديالهم والأقسام ديالهم حتى إن شاء الله نمر واحد سنة موفقة ديال النجاح. وأيضا أريد أدعو جميع الأساتذة والأطر التربوية المزيد من الانخراط، المزيد من التعبئة والمزيد من التأطير حتى يمكننا أن نرتقي بمنظومتنا التعليمية. نعم سيد سعيد مزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. بتعليمات ملكية سامية تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقديم خدماتها الإنسانية لفائدة ساكنة المناطق التي تعرف انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بإقليم ميدلت. وحدة متخصصة في طب العيون تحط الرحال لتمكين الساكنة من الولوج إلى العلاجات الطبية. سعيد ريما، عبد الغني جبار وحمزة السايح. منذ الصباح يباشر الطاقم الطبي عمله بالمستشفى بهدف تمكين أكبر عدد من السكان المعوزين بالإقليم والذين يعانون من مرض جلالة من الولوج إلى الخدمات التي يقدمها الطاقم المتخصص في طب العيون والتي تهم الكشف والعلاج. اليوم جبنا الوحدة الطبية الخاصة بأمراض العيون وفي مستشفى ميدلت. هذه الحملة فهي مقامة بتنسيق مع المندوبية الجهوية لميدلت ومع الجمعيات الطبية المتعاقدة مع مؤسسة محمد الخامس. الهدف من هذه الحملة الطبية هو تقديم خدمات طبية بالإضافة إلى عمليات جراحية للساكنة المعوزة الساكنة في مدينة دائرة بوميا والمناطق المحيطة بها بالإضافة إلى مرضى معوزين من مدينة ميدلت. احنا اليوم في إطار واحد الحملة تضامنية بالمستشفى الإقليمي لميدلت في إطار مؤسسة محمد الخامس اللي كتستهدف ساكنة المناطق الجبلية، واليوم قمنا بعمليات جراحية جراحة العيون لفائدة الفئة المعوزة. ويرتقب أن يستفيد من خدمات هذه القافلة المتواجدة بالمستشفى المحلي لميدلت على مدى 3 أيام أزيد من 200 مستفيد ومستفيدة بمعدل 70 مستفيد يوميا. كاين عكوزتي كتفتح على جلالة هنايا واستفدوا الناس بزاف ميدلت، الناس ما فحالتهمش وفي بومية وفي زايدة وفي هاد النواحي اللي قراب هنايا داروا العملية. الحمد لله والشكر، هكا نشوف الحمد لله الحمد لله غادي نصر ربي سيدنا النقد. هاد الشيء هذا الحمد لله كيجينا كل عام وفرحانين بهذا الشيء اللي كيدير سيدنا الله ينصرو، وفرحانين بهاد الناس اللي هما قاموا بهذا الواجب. الحمد لله الناس دوزوا عنده الرميد او ما عندوش الرميد دوز الحمد لله تبارك الله. هاد الشيء عجبنا بزاف. ويهدف برنامج الحملات الطبية المتنقلة الذي أعطيت انطلاقته سنة 2003 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك تحقيق تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الطبية الأساسية لفائدة الساكنة المعوزة التي يتعذر عليها الولوج للبنية الاستشفائية والمساهمة في تحسين الصحة بالوسطين القروي وشبه الحضري إلى جانب المشاركة في جهود الوقاية ومحاربة الأمراض المزمنة.
وبهدف التخفيف من أثر موجة البرد القارس بمنطقة توريرت، جملة من الإجراءات الاستباقية سطرتها اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع من أجل مواجهة أثار التساقطات الثلجية والمطرية التي تعرفها مختلف الجماعات الترابية بالإقليم. تدابير نتعرف عليها في روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. هذه الإجراءات تهدف لضمان تدخلات سريعة لفك العزلة عن المناطق التي تشهد تساقطات مطرية وثلجية قوية وانخفاض في درجة الحرارة، وتهم 5 جماعات ترابية. لجنة اليقظة والتتبع اتخذت مجموعة من الإجراءات، أولها هي إحصاء الساكنة والأسر وتعيين 19 عون سلطة بالإقليم اللي هم مزودين بدي بورتابل لتتبع الظواهر الطبيعية والإخبار عنها. وتهم هذه التدخلات أيضا تنظيم قوافل طبية ونقل الحالات المستعجلة عبر مروحيات والتكفل بالنساء الحوامل واستقبال الأشخاص بدون مأوى وتجهيز المؤسسات الاجتماعية والمراكز الصحية بالأغطية. وتم التعبئة كذلك الأليات لفك العزلة عن الدواوير النائية وفتح المسالك الطرقية وتخصيص حوالي 381 ألف كيلوغرام من وسائل التدفئة. احنا رحنا واخذين الاحتياطات اللازمة في المستشفى الإقليمي سواء في المستعجلات أو في قطب الأم والطفل لاستقبال النساء اللي كيولدوا في صعوبة واللي تلقاو بعض المشاكل في المناطق الصعبة والمناطق اللي معرضة لآفات البرد. كتجينا شي ريكلاماسيون اونيفو لواحد الدوار مرأة حاملة ولا شي حاجة، الفرق ديال إزاحة الثلوج كيحلوا الطريق وكيتبعوهم سيارات الإسعاف باش التدخل السريع. اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بعملية توريرت وضعت برنامج عمل مكثف وشامل من أجل مواجهة أثار التساقطات الثلجية والمطرية وموجة البرد القارس التي تعرفها مختلف جماعات الإقليم، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح الإقليمية والمحلية. إجراءات مماثلة اتخذت على مستوى إقليمي زاغورا تمثلت في تسطير برنامج من الأولويات يرتكز على القرب والاستباقية لفائدة ساكنة المناطق الجبلية، من بينها قافلة طبية استفادت منها ساكنة دوار أسكا. محمد الوهبي وعبد العليات. بلوغ دوار أسكا ألزم عبورة الضاريس وعر وسلاسل فاق ارتفاعها 1500 متر فوق سطح البحر، تخللتها منحدرات ومنعرجات عميقة، نقطة التأم بها مستفيد الدوار وساكنة دوار تجلاشت للاستفادة من القافلة الطبية والتي استهدفت في البداية تلاميذ المؤسسة التعليمية بفرعية أسكا وخصصت لكشف وقياس وتصحيح البصر كخطوة لتقريب الخدمات الصحية من هذه الفئة العمرية، لتشمل بعد ذلك ساكنة الدوارين البالغ عدد مستفيدي حوالي 100 شخص. جوي طبيب لعنا كيكون البرد عنا، كيكون الثلج، كيكون المرض، والله يجزيهم بخير، راه عطاونا الدواء، شافوا الدراري في المدرسه، دوزوا لهم العينين ودوزوا العيالات ودوزوا لكل شيء، الحمد لله، راه الله ينصر الملك. طاقم طبي تجند لتقديم الاستشارات الطبية للمستفيدين وإخضاعهم لفحوصات لازمة ومدهم بالأدوية الضرورية استجابة لاحتياجات الساكنة. جينا نشوف الناس اللي بعد على المنطقة، نحاول ما أمكن باش نقربوا لهم الإسعافات شوية ونضروا معهم على التوعية وعلى بزاف ديال الحوايج، فحوصات بحال التيت ديال الليشمانيا وبزاف ديال الأمراض العينين. القافلة الطبية مبادرة إنسانية، محطة تندرج في إطار العمل الاجتماعي الهادف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة القاطنة بمناطق نائية. في إطار العملية الاستباقية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 18 و 25 سنة اليوم بكل من إنزقان وأيت ملول للاشتباه في موالاتهم لتنظيم داعش وفي الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة. التفاصيل.
في إطار العمليات الاستباقية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 18 و25 سنة اليوم بكل من إنزقان وأيتملول، أحدهما معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب والآخر طالب بكلية الشريعة، وذلك للاشتباه في موالاتهما لتنظيم داعش وفي الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة. وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات الأولية أثبتت أن المشبه فيهما كان على ارتباط بعناصر إرهابية أخرى تم إيقافها في غضون شهر يوليوز المنصرم بكل من فاس وأسفي بهدف التنسيق معها ومحاولة الحصول على أسلحة نارية قصد استعمالها في ارتكاب عمليات إرهابية ضد أهداف حساسة بالمملكة. كما أكد البحث الأول على ربط عناصر هذه الخلية اتصالات واسعة بأشخاص موالين لداعش خارج المملكة بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم، وذلك استعدادا لتنفيذ مخططاتهما الإرهابية داخل المملكة. بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أشار أيضا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وأكد البحث في إمكانية وجود مشاركين داخل أو خارج المملكة. تواصل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب مناقشة الميزانيات الفرعية لعدد من القطاعات. اليوم شرعت اللجنة في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وبالمناسبة تمت الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي في الذكرى 43 للمسيرة الخضراء. رشيد إكن وعبد الفتاح السوين. خلال هذه المناقشة قدم السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نظرة موجزة لعمل الوزارة خلال سنة 2018، بعدها قدم عرضا مفصلا لجديد الميزانية الجديدة برسم سنة 2019. الاجتماع شكل فرصة للوقوف على مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء. صلب النقاش نتاع اللجنة كان حاضر الخطاب الملكي نتاع 6 نوفمبر، هذا الخطاب اللي عبر على يعني في هالتحديات بشكل كبير، وعن يعني إدراك عميق لهالتحديات، وبين بأن يجب التعاطي معها بالجدية اللازمة وبالوضوح اللازم، وهذا الوضوح وهذا الجدية هي التي جعلت الخطاب الملكي يعني يمد اليد للجوار الإخوة في الجزائر للتعاون لبناء صفحة جديدة. أعضاء اللجنة سواء معارضة أو أغلبية تمنوا مضامين الخطاب الملكي الواضح بخصوص الدعوة الملكية، وأكدوا على ضرورة مواكبتها من خلال دبلوماسية برلمانية موازية. السيد الوزير وضح مجموعة النقاط والبعد الأخلاقي والدبلوماسي والمؤسساتي والديني اللي اعتمد عليه، وكذلك التصور اللي قدمه جلالة الملك حول هذه العلاقة وضرورتها، ومدى أن المرحلة أصبحت ملحة لخلق هذه نوع من العلاقة الجيدة. ونحن كملنا هذا الخطاب واعتبرنا بأن إشارة جيدة نحو حل المشاكل مع الجزائر، لأنهم إخوة لنا. لابد أن نتوقف بقوة عند النداء الملكي السامي إلى الإخوة الجزائريين في ضرورة التفكير في آلية سياسية معينة لإعادة العلاقات بين البلدين. أعتقد اليوم بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حينما تطرق إلى هذه أو حينما أطلق هذه المبادرة، فمن منطلق الحرص على أن تكون هناك علاقات قوية طبيعية بين المغرب والجزائر، لأن التحديات كبيرة، ولأن أيضا القواسم التاريخية بين البلدين تعد قواسم كبيرة جدا، والمستقبل أيضا مشترك. مناسبة لنا كفريق تعبير عن الارتياح ديالنا والإشادة مضامين الخطاب الملكي السامي والرسائل المهمة اللي حملها، واللي هو تيروم إلى تحقيق هذاك الحلم المغاربي الكبير اللي حملته الحركة الوطنية من قبل، واللي احنا تنتحملوا المسؤولية جيل ديالنا لتحقيق المضامين دياله اللي ما فيه خير للشعبين المغربي والجزائري.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أشار إلى أن الخطاب الملكي تبنى الوضوح والطموح في تدبير السياسة الخارجية مع الجميع، خاصة الإخوة والأصدقاء والجيران. نتوقف اللحظة عند الجديد المالي والأعمال وأخبار البورصات الوطنية والعالمية ضمن فقرتنا الاقتصادية مع ياسر العمراني. ياسر أهلا بك. أهلا بك قيس، ونرحب أيضا بالمشاهدين الكرام. نعم ياسر، المغرب وجهة استثمارية بامتياز، هذا ما تم التأكيد عليه من خلال ارتفاع نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالفعل قيس، حيث أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2019 بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 2,700,000,000 دولار في 2017، أي بارتفاع نسبته 23%. وحسب التقرير فإن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم بتراجع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي. تقرير في الموضوع لحفيظ البوطي. في سياق تراجع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي، عرف المغرب بالمقابل انتعاشا وجذبا للاستثمارات المباشرة، وبالأرقام عرفت سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 23%، أي ما يمثل حجم 2.7 مليار دولار. وتعد الاستثمارات الفرنسية الأولى من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، ممثلة بذلك 27% من مجموع الاستثمارات الأجنبية، بينما تأتي الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 5.9 مليار درهم، أي ما يمثل 17% من مجموع الاستثمارات بالمغرب، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 151% مقارنة مع سنة 2016، في حين مثلت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة 10%. تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب لسنة 2017 شملت قطاعات متعددة كالمالية وصناعة الأجهزة والصناعات الإلكترونية والهندسة والسياحة وقطاع النسيج. ياسر، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معرض وطني يتواصل بمدينة أكادير، وأزيد من 600 تعاونية و40 عارضا دوليا يشاركون في الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المعرض يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 12,000 متر مربع. الفعاليات انطلقت اليوم بأكادير، والروبورتاج لحي جبهة تمك، محمد توانينا وعز الدين أبو الجوش. على مساحة إجمالية تقدر ب 12,000 متر مربع، نظم المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته السابعة، وبمشاركة 40 عارضا من دول أجنبية وأزيد من 600 تعاونية وجمعية ومقاولة في عدة ميادين مختلفة من فلاحة وصناعة تقليدية ومنتجات مجالية وحرفية من جميع مناطق المملكة. قيمة مضافة مهمة بشريا وإنسانيا وثقافيا وحضاريا، ولكن أيضا قيمة مضافة ماديا، لأنه كيعطي واحد مصدر العيش لشريحة واسعة من النساء والرجال عبر التراب الوطني وخصوصا في هذه الجهة. اليوم كنعرفوا واحد التطور واحد التحول ديال العمل ديال هذه الجمعيات وديال هذه التعاونيات اللي دخلت الميادين اللي ما كانتش عادة كتدخل لها، التكنولوجيات وفي وسائل التواصل. هذا المعرض هو لتتمين عمل المتعاونين على المستوى الوطني والمتعاونات، وهو كذلك فرصة لتتمين المنتجات المحلية التي تزخر بها بلادنا من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. هذه التظاهرة الوطنية التي تنظم لأول مرة بجهة سوسمس المعروفة وطنيا بالعمل التعاوني والاجتماعي، فرصة للعارضين للترويج والتسويق والتعريف بالمنتجات المحلية التي تزخر بها بلادنا. شاركت باللبسة الوجدية اللي هي البلوزة، واللي احنا فخورين بها، واللي حاولنا اننا نردوها نعاودوا نحيوها من جديد ان شاء الله. كنديروا املوا ارغان
والعسال وجميع المنتجات ديال سوس. جينا بكوننا تعاونية تمثل منتجات صحراوية طبيعية كيف النيلة كيف بيصام اللي معروفة عنا في الصحراء. يشار إلى أن نسيج الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمغرب يضم 20,000 تعاونية بزيادة سنوية تلامس 4,000 تعاونية بما مجموعه حوالي 600,000 متعاون ومتعاونة، وبذلك فهو يضم 5% من الساكنة النشطة بالمغرب. بمراكش الآن تم اختتام أشغال الدورة الثانية لمنتدى المدن الصينية العربية. التظاهرة شكلت فضاء للحوار وتبادل الآراء حول المدن الذكية والتدبير الحضري الشامل وأفق التعاون المستقبلي. سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. في ختام أشغالهم دعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة تعزيز الصداقة والتعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين جمعية الصداقة الصينية ومنظمة المدن العربية، وذلك عبر تعزيز الاندماج وتبادل المنافع في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. في القريب العاجل سيكون هناك استفادة كبيرة من للمدن العربية من التجارب الصينية، وكذلك تستفيد المدن الصينية من التجارب العربية المتنوعة، وخاصة المملكة المغربية لديها العديد من النجاحات في المدن المغربية المختلفة. بيان المنتدى دعا كذلك إلى تطوير الخبرة والمهارات الوطنية في مجالات المدن الذكية من خلال تعزيز البنيات التحتية للتدبير الرقمي للمدن الكبرى واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة إحداث شبكة للمدن التاريخية الصينية والعربية ورد الاعتبار لها بالحفاظ على تراثها العمراني. مراكش مدينة أبهرتني بجمالها، وأنا جد مسرور لمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي حقق نجاحا كبيرا. وضمن توصيات المؤتمر كذلك دعوة إلى الرفع من عدد اتفاقيات الشراكة والتوأمة بين مدن الطرفين، وإلى ضرورة نهج ممارسات تدبيرية في مجالات الطاقة ووضع مخططات للتنقل الحضري بتوفير وسائل النقل الصديقة للبيئة وتحسين قدرات المدن على التكيف مع التغيرات المناخية. وفي آخر تداولات هذا الأسبوع نتابع النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء، وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. هذه نسب إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم ونعود إلى قيس. شكرا لك ياسر. برباط يوم دراسي تحت الشعار جميعا من أجل المناصفة كحق دستوري، لقاء هدفه تعزيز الوعي والتعبئة لتسريع تنزيل المبادئ التي جاء بها دستور 2011 في هذا الاتجاه. أمين سليماني ومحمد الناصري. بعد سنة من العمل أنجزت خلالها جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والمؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت دراسة حول مسألة المساواة في التمثيل السياسي النسائي بالمغرب، تعقد هذه الندوة لتقييم الوضع والشروع في عمل المرحلة المقبلة.
هذه الدراسة وصلت النتيجة أن في الحقيقة رغم تعدد الآليات التمثيلية السياسية للنساء، إلى أنه اليوم كنعتبروا أن وكنشوفوا في جميع المؤسسات أن التمثيلية هي ضعيفة وضعيفة جدا. التركيز على الأدوات والآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق المناصفة، حول هذا اجتمع هنا كل الشركاء والأطراف المعنيين كإشارة لالتزام الجميع بالعمل الجاد لتحقيق هذا المبدأ. هذه الندوة هي فرصة لتأكيد موقف المغرب القوي والحازم في المضي قدما إلى الأمام من أجل أجراءات وتنفيذ مبدأ المناصفة، وتأكيد عزمنا في وزارة العدل على اتخاذ كل التدابير التشريعية والقانونية لتحقيق هذا الهدف المنشود. في عدة فصول نص الدستور على تحقيق التكافؤ بين الجنسين، مطالبا المشرع باتخاذ تدابير لتعزيز المناصفة، والتحدي اليوم هو التنزيل الفعلي لهذه المبادئ. برنامج العمل متوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بن ملال خنيفرة يتطلب مبلغا إجماليا يقدر بمليارين وخمسمائة وثمانية وخمسين مليون درهم. التأكيد لمدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة خلال لقاء خصص لتقديم البرنامج. زينة إتلامين وعمر جليتي. المحطة الأولى راست على جهة بني ملال خنيفرة من أجل تشخيص الوضع التربوي، عمل تشاركي من أجل إعادة التأهيل وتقليص الفوارق المجالية. جامعة مولاي سليمان تسعى لتطوير عرضها المعرفي، ستلتحق بالجامعة عدة مؤسسات عليا. هذا الأسبوع قام مجلس الجامعة بالمصادقة على ثلاث مؤسسات جديدة، ويخص الأمر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتربية والتكوين، وكليات الاقتصاد والتدبير. ثم صادق أيضا على تحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا إلى مدرسة المهندسين، مدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. برنامج التنمية الجهوية في شقه التربوي يشمل عدة مشاريع بالجهة. عندنا إنشاء 26 مدرسة جماعتية، عندنا بناء 22 داخلية. بالطبع الأرقام اللي تنعطر على مستوى الأقاليم بخمسة، هادو كلهم مشاريع داخلين في هاد البرنامج، وهاد البرنامج طموح. أزيد من 45% من ساكنة جهة بني ملال خنيفرة تقل أعمارها عن 30 سنة، ما يتطلب ذلك من اهتمام على مستوى قطاع التربية والتكوين. الملتقى الوطني لصحافة الإلكترونية بالمغرب ينطلق تحت شعار أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية، فضاء للتداول حول التحديات التي تواجه هذا الجنس الإعلامي. خديجة زروال وسمير بركة. قبل 2012 لم يكن للصحافة الإلكترونية وجود في الساحة الإعلامية. بعد ذلك التاريخ شهد هذا النوع من الصحافة تطورا ملحوظا، تطور يطرح أكثر من سؤال: هل استطاعت الصحافة الإلكترونية تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت؟ باقي رهان ديال التأهيل النموذج الاقتصادي ديال المقاولة الصحفية الإلكترونية، وباقي رهان ديال التخليق بالنسبة للوسائل الإعلام المغربية كلها، ولكن بالنسبة للصحافة الإلكترونية بالخصوص. مجلس وطني الصحافة العمر ديالو شهر ونيف الآن، سيباشر هذه المهمة. نتمنى بالتعاون مع الصحافة الإلكترونية ومقاولة الصحافة الإلكترونية أن تنجح هذه العملية. لا يمكن أن نتركها فقط لاقتصاد السوق ولمنافسة ربما أحيانا تكون شريفة وغير شريفة، لابد أن نعمل من أجل تأهيل هذا القطاع وتطويره والمواكبة دياله. فهذا هو الهدف ديال المجلس، وهذه فلسفته فيما يتعلق بموضوع الصحافة الرقمية. الصحافة الإلكترونية ما زالت في حاجة إلى مواكبة في التأطير القانوني، وما زالت تواجه تحديات، لذا تطرح مسألة إعادة النظر في مجموعة من الجوانب المرتبطة بالممارسة المهنية لهذه الوسيلة الإعلامية الجديدة.
إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر. المنطلقات الأساسية هو التنظيم الذاتي لهذا القطاع، إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية، وكذلك إعطاء مكانة متميزة لهذه الصحافة، ولكن في ظل صحافة مسؤولة مهنية صادقة. هذا الملتقى سيخرج بتوصية تهدف إلى الارتقاء بالصحافة الإلكترونية، مع التأكيد على دور المجلس الوطني للصحافة كآلية لتكريس أخلاقية المهنة وتنظيمها. أصيب عشرة الفلسطينيين بحالات اختناق واعتقل ثلاثة آخرون اليوم خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بالضفة الغربية، فيما سقط شهيد برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة. فرح سعف. غدا استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال صدامات دارت في بلدة دير البلح قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل. تحدى آلاف الفلسطينيين آلة القمع الإسرائيلية وشاركوا كدأبهم منذ 8 أشهر في مسيرات العودة الكبرى. المسيرة 33 لم تمر دون أن ينضاف ضحايا جدد إلى قائمة الجرحى والشهداء، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على المتظاهرين، وهو ما خلف 37 جريحا من بينهم 6 أطفال و9 سيدات وشهيدا واحدا أصيب بعيار ناري في الرقبة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات شهدتها مختلف قرى مدينة رام الله انطلقت عقب صلاة الجمعة. ولم يتردد الجنود الإسرائيليون في استعمال الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين موقعين عشرات الجرحى، كما شنوا حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. ومنذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في 30 مارس الماضي قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 220 فلسطينيا. تسعى هذه المسيرات إلى فك الحصار المفروض على غزة منذ أزيد من 10 أعوام والتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948. باليمن قتل 110 أشخاص من عناصر الحوثيين و22 مقاتلا حكوميا في مواجهات وضربات جوية في الحديدة غرب البلاد خلال الساعات 24 الماضية. سكينة أليتو. حرب شوارع تلوح في الأفق مع تقدم القوات الحكومية اليمنية في مدينة الحديدة والتي تضم ميناء حيويا تمر عبره غالبية المواد التجارية. هجمات اليوم كانت من جانب المتمردين الذين شنوا قصفا عنيفا على مواقع القوات الحكومية، هذه الأخيرة تحاول استعادة المدينة وخصوصا ميناءها الاستراتيجي. فبعد أسبوع من المعارك العنيفة وصلت القوات الحكومية لأول مرة إلى الأحياء السكنية من جهة الشرق، لكن وضع سكان المدينة وسط التصعيد يثير قلق المنظمات الإنسانية. على الرغم من صعوبة إحصاء عدد المتبقين في الحديدة، فإن المفوضية قلقة من أن لا يتمكن الذين يريدون الفرار من أجل السلامة من فعل ذلك، إنهم محاصرون بسبب العمليات العسكرية التي تضيق الخناق عليهم. وتحذر الهيئات الإنسانية من أن أي هجوم شامل على المدينة قد يؤدي إلى حدوث مجاعة في هذا البلد، وتناشد مفوضية اللاجئين جميع الأطراف بالسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتي تقول إن الاشتباكات قطعت الطريق إليها، فيما برنامج الأغذية العالمي يخطط لمضاعفة برنامج المساعدات إلى اليمن بهدف الوصول إلى نحو 14 مليون شخص لتجنب مجاعة جماعية. بعد الهجوم الذي استهدف أمس بسيارة مفخخة مطعما في مدينة الموصل وأدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل، تجددت المخاوف من عودة العمليات الإرهابية لتنظيم داعش إلى العراق كونه الأول من نوعه منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على العاصمة. وبالصومال لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في تفجير سيارتين مفخختين اليوم بالقرب من فندقين ومقر للشرطة وسط مقديشيو وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.
طالبت سلطات ولاية كاليفورنيا آلاف السكان بمغادرة منازلهم شمال الولاية إثر نشوب حريق هائل أتى على عشرات البيوت ومستشفى ومحطة للوقود. السلطات أكدت بأن الحريق التم أزيد من 80 كيلومترا محذرة من كارثة بالغة الخطورة. وطنيا وفي المجال الفني، العازف الروماني ماكسيم جيفري يفوز أمس بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة ليلا مريم في الدورة 13 للمسابقة الدولية للبيانو. عبد الرحيم الشيخي وسعيد إجاسي. مسابقة شهدت مشاركة 100 عازف من 25 جنسية وتشكل محطة هامة لشحن المواهب واقتراح برامج فنية متنوعة. أسبوع من التباري أمام لجنة تحكيم دولية في آلة البيانو. الموسيقى هي لغة عالمية، ما كاينش موسيقى اللي كيفهم اللي كيعرف يقرا الموسيقى يمكن يمشي لامريكا الجنوبيه او يمشي لاسيا ولا لقى الموسيقى مكتوبه يعرف يقراها. هذه لغه عالميه، لهذا هاد المباراه كتجمع واحد العدد الشبان والشابات اللي من جميع دول العالم ومغاربه. العازف الروماني ماكسيم جيفري يتوج بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم، وخصصت 30 جائزة خاصة تشجيعية مع 7 منح ماستر كلاس وجولات فنية لموسم 2018-2019. هي محطة مهمة في مساري الفني، أنا جد فخور بهذا الفوز. كانت الإقصائيات صعبة والعازفين من طراز رفيع، وأتمنى التوفيق للجميع. حفل احتضنته أكاديمية المملكة المغربية التي تطمح إلى إحداث معهد أكاديمي للفنون الجميلة يكرس الإشعاع الثقافي والفني للمملكة. في الشأن الرياضي أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن إحداث الشركات الرياضية ليس إلا جزءا من البناء المؤسساتي لكرة القدم الوطنية. جاء ذلك خلال ندوة الشركات الرياضية رافعة للاحتراف. ابتسام أدريس. في خطوة منها لتنزيل المبادئ والقيم التي تنبني عليها منظومة عمل الجمعية المغربية للصحافة الرياضية التي تهتم بكل مستجدات الساحة الرياضية الوطنية، جاءت هذه الندوة لتطرح تفاعل الإعلاميين الرياضيين بخصوص النقاش الوطني حول موضوع تحويل الأندية الوطنية إلى شركات رياضية. اختيارنا لهذا المحور كان اعتقد مستمد من السياقات الزمنية الحالية، من الانتظارات، وايضا من حجم الاسئلة التي يتطرحها الشارع الرياضي المغربي وايضا مجموع الاعلاميين الرياضيين حول الجدوى اولا من خلق الاندية لشركاتنا الرياضية. الندوة وقفت على الخطوات التي قطعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وسلطت الأضواء على كثير من الحقائق بمعية الأندية الوطنية المستجيبة للمعايير التي نص عليها المشروع. المرحلة الأولى هي ملائمة القوانين التأسيسية للأندية اللي الآن عندها صفة جمعيات مع القانون 3009. تندوزوا لواحد قانون آخر هو 1795 ديال الشركات مجوزات الاسم لا سوسيتي انونيم. اذا خصنا نكونوا حنا كنوادي واجدين من ناحيه الماليه، من ناحيه التنظيميه، ومن ناحيه اجتماعيه باش نقدروا نمروا لهاد الشركات الرياضيه.
إحداث شركات رياضية سيكون له منافع كثيرة بما فيها توفر فرص الاستثمار والانفتاح على الرسامير الوطنية والأجنبية، كما يعبد هذا المشروع الطريق نحو نوع من الحكمة المعقلنة الديمقراطية للمشهد الوطني الرياضي، لأن الاحتراف تحكمه ضوابط، وهذه الضوابط هي ما تخول لكرة القدم الوطنية دخول العالمية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، رسائل قوية ترتكز على أسس ومبادئ واضحة وتأكيد على الالتزام بالانخراط في الدينامية التنموية للقارة الإفريقية. التوقيت المدرسي الجديد، صلاحيات للأكاديميات من أجل التكيف حسب الخصوصيات المجالية في احترام للزمن المدرسي. بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تقديم خدماتها الطبية الإنسانية لساكنة المناطق التي تعرف موجة البرد، والهدف تمكين الساكنة من الولوج إلى العلاجات اللازمة، والروبورتاج كان من ميدلت. العازف الروماني ماكسيم جيفري يفوز بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في الدورة 13 للمسابقة الدولية للبيانو. سعداء بالتواصل معكم، ألقاكم غدا بإذن الله.